centre commercial Ben Omar qui se trouve au Maarif. Le centre commercial, il existe depuis 1989 ou bien un petit peu avant. هذا لو سونتر كوميرسيال حنا في صدد تجديد ديال هذا المركب التجاري من جميع النواحي، من ناحيه استراتيجيه ديال طريقه التسويق وطريقه مساعده التجار اللي هما كيعانيوا في المعارف من مشاكل تسويقيه ديال المنتوجات ديالهم، تجديد من ناحيه ديال الاصلاحات اللي كنقوموا بها من الداخل ومن الخارج ديال المركب التجاري بن عمر. في نفس الوقت واحد الوقت هو مركب تجاري، واحد الوقت كان ولا كيتسمى بحال قيصريه، يعني لان كان بقى غير شوصي، يعني الطبق السفلي هو اللي فيه بعض التجار ديال الذهب. دابا لا الحمد لله لا رينوفاسيون اللي دايرين فيه هي ان الغيت شوصي كي كان غادي يبقى، وبعض الاشياء تجددات فيه هي انه الحمد لله توفقنا باش يكون فيه سانديك. هو المركب التجاري بن عمر عندنا فيه 6 البيبان، لي بورت كلهم عندهم لي زاجون سيكوريتي ديالهم، من ناحيه النظافه، من ناحيه المراقبه، من ناحيه المسائل اللي كاينه دابا فيما يخص هاد مواكبه هاد الظروف ديال كورونا اللي كاينه دابا، يعني من ناحيه المسائل كلها اللي الدوله كتطلبها منا خصها تكون في المركب التجاري. دونك الغيت شوسي كيبقى متاجر ديال الذهب وديال البلدي وديال البري ابورتي. لو دوزيام ايتاج حتى هو تحل على اساس انه مركبات تجاريه اللي الحمد لله توفقنا فيها ناس ديال محلات ديال البري ابورتي توجور البلدي الذهب. اي في نفس الوقت كاين واحد ليسباس اللي خصصناه خاص كل من ما هو كيخص المنتوجات التقليديه في المغرب، اللي هو الان كنستضفوا فيه واحد المجموعه ديال الناس اللي كيديروا المعرض ديالهم ديال تو سكي انتيكير تو سكي انتيكيتي. هذا الاسباس غيبقى دائما مخصص لهاد لي زيفينمون باغي سا فيدير، يعني غيكون فيه les antiques tout ce qui est antiquaire tout ce qui est marocain بحال ان سوق marocain اللي كيتضمن كاع المنتوجات المغربيه سواء تقليديه او عندها واحد التاريخ. هذا فيما يخص الطبق الاول. اما الطبق الثاني اللي حنا متواجدين به الان، هذا الطبق تخصص المكاتب، يعني يوجد بعض يوجد المكاتب من المساحه ديالهم كتدوز ما بين 20 متر حتى 300 متر. الطبق الثالث فهو في صدد الاصلاح باش يكون عباره عن مطاعم صغرى، يعني كود فورت. دونك فوالا هذا فيما يخص المركب التجاري بن عمر. وكيبقى المركب التجاري بن عمر من اقدم المركبات التجاريه في مدينه الدار البيضاء، وحنا في صدد اعاده احياء المركب التجاري بن عمر المتواجد في قلب المعارف، وبيان سور بوغ المعارف كلها.